أنا اليوم بتكلم عن موضوع المفروض ما نتكلم فيه. هذا الموضوع يتعلق في تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الجهات الحكومية، سواء وزارات أو جهات أخرى. وهذا الكلام موجه للأخ سمو رئيس مجلس الوزراء. نختلف في أمور كثيرة، نتفق في أمور كثيرة، في النهاية ما نتفق عليه هو للصالح العام، وما نختلف عليه أيضا هو للصالح العام. ولكن تمادت بعض الجهات الحكومية تمادي بشكل غير مقبول في عدم احترام الأحكام القضائية الصادرة من محاكم دولة الكويت، والتي يبدأ بعد بسم الله يبدأ حكم باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وهذا أمر خطير جدا. ودليل على أن الحكومة لا تحترم ليس فقط مجلس الأمة، أيضا لا تحترم الأحكام القضائية. بعد شنو بقى هذه الحكومة؟ شنو اللي بقى وتحترم هذه الحكومة؟ أحكام قضائية باتة واجبة التنفيذ كثير من الجهات الحكومية لا تنفذها. ومن ضمن هذه الأحكام حقوق ناس وحقوق جهات. ونبي نشوف الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء هل يقبل في استمرار أي وزير أو أي مسؤول في الدولة لا يحترم تنفيذ الأحكام، أو يحاولون الالتفاف على هذه الأحكام القضائية. أحد المواطنين، وراح أقول اسمه، مؤيد الرماح، مواطن كويتي فصل من وزارة الصحة في 2017 بقرار من أحد المسؤولين، راح إلى المحكمة وقام الدعوة وأنهى كل الإجراءات الخاصة في رفع القضية. صدر الحكم وأنا بلغت وزير الصحة من السنة الماضية، قلت له هذا الشخص مظلوم، ردوا له حقوقه. قال هذا رافع دعوة، وإذا صدر حكم نهائي راح ننفذ هذا الحكم. صدر الحكم النهائي في شهر 3، يعني قبل 4 شهور. التفوا على الحكم، التفوا. كلمت الأخ وكيل وزارة، قلت له نفذوا الحكم، ولم ينفذ الحكم. في شهر 4، بعد شهر من صدور الحكم، صدر الأخ الوكيل قرار تنفيذ الحكم. ومن شهر 4 إلى اليوم ولم ينفذ الحكم بشكل كامل، وتم الالتفاف على هذا الحكم. كلمت الأخ الوكيل الأسبوع الماضي، قلت له نفذوا الحكم. قال والله إحنا خاطبنا الفتوى والتشريع لتنفيذ الحكم. قلت له من شهر 3 الحكم، ليش تلتفون على هذا الموضوع؟ الآن تبعثون كتاب بعد مرور أكثر من 3 شهور، خطاب إلى الفتوى والتشريع، تأخذون رأيهم في صرف الرواتب السابقة؟ أنا بعرف شنو موقف سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص عدم تنفيذ الأحكام أو عرقلتها أو الالتفاف في تنفيذها. هل يطبق القانون سمو رئيس مجلس الوزراء على المسؤولين اللي يلتفون أو يعرقلون أو ما ينفذون الأحكام القضائية؟ والجميع يعرف هذه الأحكام يجب أن تنفذ، وإلا يتعرض من يعرقلها أو التفاف أو من يحاول التفاف في تنفيذها أو عدم تنفيذها إلى السجن والعزل. فننتظر
من الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء تحرك في هذا الشأن، وليس في وزارة الصحة. أيضا وزير التربية كلمته عن تنفيذ حكم بات من قبل سنة إلى اليوم لم ينفذ. واجهته قبل أسبوع في القاعة قال ترى أنا مفت الحكم، أنا ما أشتغل عند وزير التربية ولا عند أي وزير ولا عند الأخ رئيس مجلس الوزراء. تنفيذ الحكم واجب، والكلام الشخصي واللفظي لا يعنيني، لكن على أرض الواقع لم أرى تطبيق لتنفيذ الأحكام. وأيضا هناك جهات حكومية كثيرة لم تنفذ الحكم أو أحكام القضائية. الآن نبي نشوف، نبي الشعب الكويتي يشوف، هل نحتاج إلى قرار من سمو رئيس مجلس الوزراء لاحترام تنفيذ الأحكام؟ وزارة مواطن يقعد 4 شهور عقب ما تدمر بيته وأسرته، وفي يوم 26 عقب ما كلمتكم 26/4 الدز كتاب بعد مرور ما يقارب 4 شهور الدز كتاب إلى الفتوى التشريع، ليش ما نفذته من أول يوم؟ فهذا الأمر خطير جدا ولا يمكن القبول فيه، وننتظر تحرك فعلي وتنفيذ الأحكام. ما يحتاج إلى قرار من سمو رئيس مجلس وزراء أو أي عضو من أعضاء الحكومة، لكن نبي نخلي الشعب الكويتي ونأكد للشعب الكويتي أن هذه الحكومة لا تحترم الدستور ولا تحترم القوانين ولا تحترم حتى الأحكام القضائية، وتنفذ بعض الأحكام إذا كانت مشتهية تنفذه. الأمر الآخر، نقدم أسئلة تجي ردود من بعض الوزراء ناقصة أو غير صحيحة، وهذا يعكس مدى احترام هذا الوزير للدستور ولحق النائب في السؤال. وفي بعض الوزراء الآخرين صار لهم أكثر من 7 أو 8 شهور ما يردون على الأسئلة، وأنا عملت الإحصائية كاملة، مجموع الأسئلة هذا اللي عندي أنا بس 103 أسئلة، الردود 70 أو 71، جزء من الردود، عدد كبير من الأسئلة إجابة ناقصة أو غير صحيحة، والجزء الآخر بعضهم طلب التمديد أول أسبوعين، طلب التمديد الآخر وصار له 4 و5 و6 و7 شهور لم يجيب على الأسئلة. وبالتالي يقولون لنا أنتم تخلقون المشاكل، أنتم تسوون، وكل هذه الأسئلة تتعلق في المصلحة العامة، والمصلحة العامة إما شؤون الدولة أو شؤون البلد والشعب. في قضية أنا تكلمت عنها قبل 5 شهور تقريبا من هذا المكان، تقريبا قبل 5 شهور أو 6 شهور، كانت القضية تتعلق في ظلم أحد المواطنين من قبل وزارة الخارجية، وصار حديث ووعد من نائب وزير الخارجية بحل مشكلة هذا الشخص، وهذا الشخص متعاقد مع وزارة الخارجية، جابوا مجموعة من المسؤولين اطردوه، ضيع حقوقه وتبهدل، وهذا الشخص من أسرة عريقة من أهل الكويت، حطموا هذه الأسرة ونحطوها حقوقها بسبب مصالح داخل وزارة الخارجية. بلغني نائب وزير الخارجية بعد ما صرحت قبل 5 شهور أو 6 شهور بأنه سيعالج المشكلة، إلى اليوم هذا المواطن ما تم إعطاء حقوقه، وإحنا موجودين للدفاع عن حق البلد وأيضا حقوق الناس. وإذا نتكلم بالأمر الودي ما نطلب من أحد شيء ولا لحد فضل عندنا علينا أو على الشعب، الناس لا تريد أكثر من حقوقها. وأيضا الترقيات في وزارة الخارجية يعرقلها المسؤولين في وزارة الخارجية، من المسؤول؟ وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية. إذا يعتقدون بعض المسؤولين في الدولة أن نجامل أحد أو نهاب أحد أو أن ممكن الأمور تمر مرور الكرام، هذا يجب أن يكون
اعتقاد خاطئ ويراجعون نفسهم فيه. وبعض الوزراء مستانسين الحين الإجازة 3 شهور، إذن ما راح نشوف النواب، ما راح تكون في جلسات، راح تكون إجازة ومفتكين من المجلس ومن حضور الجلسات ومن المساءلة. لا لا، خلال العطلة الصيفية ممارسة حقنا الدستوري من خلال الأسئلة، من خلال توضيح الحقائق وكشفها، هذا مستمر ولا يرتبط في دور انعقاد أو غيره. أما الجلسات هي ترتبط في دور الانعقاد. أما عملنا مستمر كأشخاص، سواء كنواب مجلس أمة، سواء في تصريحاتنا أو كشف ما يدور أو ما يجري، هذا لن يتوقف. لا أحب أن أطيل، ولكن ننتظر شنو اللي راح يسويه سمو رئيس مجلس وزراء في عدم تنفيذ بعض الوزراء والمسؤولين في وزارات الدولة للأحكام القضائية النافذة والباتة. وشكراً.